احنا حاليا موجودين في رابع اهم مكان للمسلمين. اشوف من وين حضرتك؟ من الخليل. من وين؟ من الخليل. صباح سلام، شو وضع؟ معكم محمد نيات حموده من قلب الحدث. من وين؟ انا من القدس. احنا وين قاعدين؟ في الخليل. لا انا عايش حياتي طبيعي. محمد وين احنا؟ احنا في مصنع زجاج. بس احكي بصوت عالي انك ما فيش حدا، يعني عادي احكي. احنا في مصنع زجاج بيكر صغير قبل ما يكبر. شو احنا الاشياء؟ مش كل واحد بس هيك يجي يمسكه بفكره الاشي شو اسمه. تخيل هاي اللي جواها ضو. شوفوا يا جماعة الخير، كل هدول الاشياء الموجودة صنعت هون في هذا الفرن. عم قديش تكون درجة حرارة الفرن هذا؟ 1400. يا لطيف، هذا الفرن بنصنع فيه كل الزجاج هذا. اخ بتعرف الفيديو اللي بيقول لك اور جيرني ستارتس وذ ذس كات، بعدين بيعلق المايك فوق بكسر كل الدنيا. انا خايف هيك يصير. ديفيد مايكروفون. عمي هذا السيراميك رسم بالايد ولا كيف؟ هذا رسم ايد. ما شاء الله سامع بعد عن ضوء عشان تشوفه. شوف التفاصيل ما احلاها. شوف ما شاء الله. هاي الحرم الابراهيمي. شوفوا قديش في كاميرات جوا المسجد. هون مقام سيدنا ابراهيم. شوفوا المصلى هون. في جوا راسي اشي انفجر. وهذا الباب هو الفاصل بين المكان اللي احتله الاحتلال الاسرائيلي. يعني حتى شايفين الكاميرات فوق. هوار الباب هذا بالضبط في جندي موجود. السلام عليكم. اصورك. يلا ها. حاول تذكر يلا. معلش بس بتابع. صالح صغيري. ايوه حتى بنزل الاقصى ديك المره نزل على الثالث كم. صح. شوف. طب وقفوا وقفوا كلكم وقفوا كلكم وقفوا كلكم. سلم على الفيس انت. ايش؟ جاهز يلا. معرفش رح يبين بس هون مدفونين. شايفين الضوء تحت هذا؟ هون مدفونين سيدنا ابراهيم وزوجته وابنه اسحاق وابنه يعقوب. محمد اي سنه صارت المجزره في الحرب الابراهيمي؟ 1994. كم شخص استشهد فيها؟ 29 وانجرح 15. طلع التليفون هلا. طيب. صالح. نعم. احكي لنا عن الحرم الابراهيمي. طيب. استنى شوي صالح. نعم. احكي لنا عن المسجد الابراهيمي. ماشي راح اخلي احط مقطع هذاكر اصلا. طيب يا جماعه الخير، المسجد الابراهيمي هو رابع اهم مسجد للمسلمين بعد الحرم المكي والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. بيجي الحرم الابراهيمي والمسجد الابراهيمي. عكيت صح؟ بس بدي اقول لك شغله. ايش لحظه طاقيه؟ عيونك كثير سود. صالح احكينا عن المسجد الابراهيمي. احنا بنعيد اللقطه كمان مره محمد حكى ليش لحظه طاقيه. المهم المسجد الابراهيمي هو رابع اهم مسجد للمسلمين بعد الحرم المكي والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. بيجي المسجد الابراهيمي. احنا حاليا موجودين في رابع اهم مكان للمسلمين. تقل عافية عمي. كيف صحتك؟ احنا من الاردن. انت من الاردن؟ انا جاي اسال احكي لنا وين موجودين انتو. احنا من منطقة اسمها الوحدات. انتو من المخيم؟ من مخيم الوحدات. يلا حيكم. الله يرضى عليك. اهلا وسهلا، تشرفنا فيكم. الله يرضى عليكم. اهلا وسهلا فيك يا حجي. الله يرضى عليك. احكي لنا وين انتو موجودين حاليا. والله احنا في الخليل.
انت خليلي الاصيل؟ لا والله انا من الفلوجة. بس في عندك مطة تبعت الخلايا أيوة تعرفها؟ ايوه ابو لولي هيك. اول زيارة لك لفلسطين؟ اول زورة زيارة بعد 47 سنة 57 سنة 57 سنة 57 سنة يعني مش حلال الاصيل فلاحين. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. من وين حضرتك؟ من الخليل. من وين؟ من الخليل. انتوا خليل الاصل يعني؟ طب انا بدي اسالك سؤال. تفضل. ليش بتمطوا بالكلام يعني؟ هيك الله خلقنا. بكل الكلام؟ مش كله ها، في شغلات كنت مستعجل مثلا بتروح فيها بتهور في الحكي. طب انت ليش مستعجل كيف بتحكي؟ طب اخربط تخربط. طب اعطيني كلمة. لا لا لا، رح تزبط هذي الا تكون مستعجل. اعطيني اربع كلمات خليلية ما حدا بفهمهم الا الخلايلة. من وين انت؟ من الشمال حضرتكم؟ احنا من القدس. في تعون الشمال تمرك تحكي لهم هذا بده 7000 مره. انا بني بشتغل في الشمال. حته كلمه حته اهل الشمال بيعرفوا ايش؟ مش كلهم والله بحكي معك جاد. او هقيت اتمنى نحن ان هذه الكلمه هذه هقيت مش حدا بفهمها غيركم. هذه الكلمه كل انت كل تقريبا اهل الشمال تمنى نحكيها بصير يضحكوا علينا. بدي اسالك سؤال. كم النسبه اللي احتلها الاحتلال الاسرائيلي من الحرم الابراهيمي؟ سؤال حلو. هلا شوف اكيد اكثر من 50% يعني اكثر شوي 55 63 63% 63 طيب معلم كمان مره معنا. السلام عليكم. ايش الفرق بين المقام والمدفن او المدفن؟ نعم المقام هو المكان اللي كان يتعبد فيه ويسكن فيه الشخص واغلب يعني كان يقعد هناك ويتعبد ربنا. اما المدفن هو المكان اللي بعد ما توفى وضع فيه. بس هون هم بيحكوا انه المقام فوق والمدفن تحت. ففي طيب هلا حسب الروايه حسب ما كان الحال جوا انه سيدنا يوسف مدفون تحت محل ما احنا كنا موجودين صح؟ صحيح. اللي هون في المغاره هل جنب سيدنا ابراهيم. تذكر المغاره اللي صورناها فوق؟ هم يقال انه تحت مدفون الجميع واللي انت شفته فوق هدول المقامات وين ما كانوا يقعدوا يعبدوا ربنا ويقراوا قران ويسووا عبادات. جميل. يا جماعة الخير طلعوا الحواجز اللي على الحرم الابراهيمي. طبعا جيش يمين شمال ممنوع نصور احنا بس صورنا يعني. وتفتيش طول الطريق او يعني تدخل حاجزين عشان توصل الحرم الابراهيمي وشوفوا هويتك وفحصوك شوفوا معك شيء. هاي شوفوا مثلا كيف البوابات. هيك البلدة القديمة في الخليل. هاي على الجهة الثانية بندخل من هون. هاتوا لكم قصة. فينا قصة. اخذوا هوياتنا يفحصوا عليهم. كم مره سمعوش احنا داخلين اخذوا هوياتنا يفحصوا عليهم. اخذوا هويه صالح رخ ضرب الرقم هويته اللي بعمل هو شكله شاف اجواء في السجل. انا طبعا ضرب هويتي ولا حكي شيء. هيك احنا جوا البلده القديمه. اهلا وسهلا تفضل. يعطيك العافيه عمي. هلا بيك يا باشا. بنسأله سؤال. تفضل. نحكي له ليش بتمطوا لما تحكوا؟ احنا الخلايله مش مجال. طب ليش بتمطها هيك؟ والله يا عمي هذه لهجة كل بلد لها لهجتها. طب عندي سؤال هل في لها أصل إشي ولا خلص هيك طلعت؟ والله إحنا هيك إن ولدنا في هذه البلد وهيك لهجتنا يعني إحنا بنروح على مناطق تانية بننبسط على لهجتهم لأنه في إشي مش لحال مش لحال بننبسط على لهجتهم. كل بلد يعني لها لهجة. عمرك رحت على القدس؟ القدس برضو لهجتها كتير زاكية وحلوة وشبابها محترمين وزاكيين. بس عمرك حسيت إنه أهل القدس بيحكوا لهجة خليلية كمان؟ ما هو أهل القدس يعني بدك تحكي القدس والخليل يعني فولة وانقسمت نصين في كثير منهم خلايل الأصل خليلي. أخوي أحكي لك معلومة من القدس. حياك الله. هل تعلم إنه 70% من أهل القدس خلايلة؟ ما بقول لك الأصل إحنا فولة وانقسمت نصين يعني أغلب أصل خليلي. أنت ما خليتوش محل لرفضوك. أنا هون عشان في البلدة القديمة بيجي عندي هون يومياً 10-15 زبون ختيارية أصلهم خلايلة. بس أهم شيء بتمطوا. بنمطها شوي. لازم دائما نمطها. الله يرضى عليك يعطيكم ألف عافية معلم. حياك الله. فيك يعطيكم العافية يا شاب. الله يرضى عليك. قديش عمرك البركة؟ 82. ما شاء الله. قديش صار لك عايش بالخليل طيب؟ دمت عمري في الخليل. طب بتمد في الحكي؟ كيف؟ بتمط في الحكي؟ معلش كيف أمط يعني؟ يعني انت هلا هيك لما تكون تحكي بتكون بتمط بالكلمه. مثلا احكي السلام عليكم. السلام عليكم. شايف انت تحكي السلام عليكم انا بحكي السلام عليكم. انا سكننا بيافا. انت ساكن بيافا؟ سكنت بيافا؟ شوي يعني ولدت بيافا؟ كان لا انولدت هوني. كان ابي في العسكريه. والنظار جنب بين جامع حسن بيك. جامع حسن مسجد حسن بيك نعم. جنبه الدار. وصاروا الجي اليهود فاهم علي نجديد مش عارف بركلانيين يخش يقتل الناس في الدور.
راح داري رحم الاختيار جاب لنا سيارة وحمل كل العفش في الليل وروحنا حارة الأزازين. اجيتوا بعديها على الخليل؟ آه. بس انتوا قصركم خلايا وراسكم يافا؟ خلايا أبي كان في العسكرية بتقول بنتن في البلد هذه يوم هذيك شهر هذيك شهر. فكنتوا فكانوا عايش كان عايش هناك؟ فنقلكم من يافا جابكم على هون. هذا الحكي أي سنة؟ بتذكر؟ كان عمري 3 سنين. 3 سنين اليوم عمرك البركة 82. قبل 79 سنة. محمد 2023. كانت تتعدي الدبابة يقول ممنوع التجول التزموا بيوتكم. اطلع انا برا اوقف اخخ رجلي هيك دامن بدي متذكر لكن يجي يمسكني من الذراع ويزتني في البيت. دمت عمري مع الغنم هون. انت عايش طول عمرك هون بتربي غنم؟ 60 سنة وانا اسرح مع الغنم في الخلية. وال واليوم شو بتسوي؟ باليوم هي احنا بسطة الخضرة. هي البسطة الك؟ ايش تبيعوا البسطة؟ والله منبيع مرة منبيع سبانغ منبيع بصل منبيع بقدونس ورق لسان سبانغ ميرمية. مرمية جبلية أصلية؟ ايه صوت القنابل هذا؟ هذا بنضربوا غاز اليهود الجوالين. كم ولد عندك باركة؟ 6. ما شاء الله الله يخذلك إياه. ولد من الجديد 7. ما شاء الله قديش عمره؟ 18. ما شاء الله الله يخذلك إياه. هذا الفيديو تبع ايش انا المفروض خليلي حكينا بس انا عم بتذكر الجمله اللي حكيتها. هذا الفيديو تبعنا كان لليوم. هذا الفيديو تبعنا كان لليوم صح حكيت. استنونا في فيديوهات رايحه تنسوش تحضروا الرايح اللي راح ايش احكي. بس نسناجي فيديوهات جاي. استنوا الفيديوهات الجايه واحضروا الفيديوهات الراحه. بشوفكم في فيديوهات جاي. كيف تحكي اعملوا لايك على الفيديو؟ اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اعملوا لايك وشير والله اقسم بالله نسيت شو بدي احكي. يا ابو الخليل يلا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وانشروا الفيديو هاي تدخل الناس تتفاعل. يلا رقم بنشوفكم في فيديوهات جاي. سلام.